واش بغيت نقول لك لا اله الا الله محمد رسول الله الناس راه غير هربوا بولادهم والمشيه ديالهم وراه كانت تكون كارثه والحمد لله الناس هنا يلا عندنا شي جوج جرحى ولكن الديور كلهم تريبوا تشوف الدار من, على برا تقول هي هذيك ولكن فاش تدخل لداخل تتلقى ما صالحاش للسكن شنو اللي ان الحمد لله الضحايا ما كاينش ديال الموتى واه غير في واحد الوقيته الناس كلشي خرج تقريبا وما راه كانت تكون كارثه داكشي علاش جا مع هذيك لحظه الصو وربع ولا ما عرفت لحظه الصو ولكن الحمد لله كل شيء ساكنه عاقت دغيا وهربوا الناس وهزوا ولادهم وخرجوا ولكن حوايجهم والمواشي ديالهم كل شيء الداخل والحمد لله ما كاين الضحايا وصافي الان هما عايشين في الخيام انت كرئيس جمعيه كيفاش دبرتوا هذا القضيه ديال الخيام والافريشه والدعم هذا اولا احنا كجمعيه كرئيس جمعيه دقيت شحال من باب والحمد لله اللي قلت ليه الخيام وداك الشيء تيتعاون معايا اللي جاب لي 10 اللي جاب لي جوج اللي جاب لي واحد اللي جاب لي الدعم ديال المواد الغذائيه اللي جاب لي المطلات اللي جاب لي الحمد لله الناس تضامنوا المغاربه راه تتعرفوهم الحمد لله كجسد واحد فين ما كانت شي شي حاجه شي حاله ولا سميتو تيتلموا عليها وتيتعاونوا وتيديروا الزياره والله ملك الحمد لله ينصر سيدنا وهذا الشيء من سيدنا بعدا هو اولا قبل كل شيء هو اللي عطى التعليمات ديالو باش الناس يستافدوا ويبنيوا ليهم والحمد لله جات اللجنه وكاع الناس راه تحصاو الا القليل ولكن قالوا لي راه غادي يرجعوا ثاني الاحصاء كيفاش تم آه تم الاحصاء كاين السلطات المحليه كاين القايد الله يجزيه بخير كاين الدرك الملكي كاين مهندسين وجاو داروا الزيارة ميدانية لأي دار تيدخلوا لها وتيديروا زيارة وتيقيدوا داك الشيء اللي كاين الله يجازيهم الآن يعني هذه المنطقة دي معروفة بالبرد شوية والتلج لا؟ لا معروفة بالبرد يعني ها هو الشتا جاي أنتم كيفاش كتشوفوا هذا البرد اللي جاي كيفاش واش تبقى تبقاو بزاف أشنو؟ أنا كرئيس دي الجمعية ديال دوار أكونسان وتناشد من هذا المنبر بأن الزلزال داز ولكن جاي زلزال آخر ديال البرد والشتا والناس غادي يتكرسوا لا تقريبا راه الاغلبيه ما عنده ولكن الحمد لله الناس عندهم شويه ولكن إذا جات الشتاء البرد راه غادي الناس بنادم راه ياكل نص الخبز ويدير فيه الزيت ويدخل يتخشى على حساب البرد وداك الشيء ولا ياكل الشواء ويبات في البرد هاد الديور اللي طاحوا واش كيفاش كتصوروا واش غادي يريبوهم لكم يطلعوا الديور جداد ولا كيفاش كتصوروا انتم اعاده الاعمار؟ والله اعلم دابا حاليا في اوغنسان في دوار اوغنسان تقريبا الناس كل واحد كي تيسول يعني بغيت تجي شي شركه تشد دير شي نمط ديال ديال الديور نفس الواجهه نفس الشكل والله اعلم حنا دابا تنتسناو السلطات اش بدير والحكومه اش بدير هذا الشيء اللي تنتسناو